Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι πάντα μεγάλη χαρά μου κάθε φορά που συναντώ τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τον πολύ καλό. Είναι σαν بسعادة بسعادة بالغ بالغ استقبل وانا سعيد جدا كلما استقبل هنا الرئيس المصري والرئيس أنستاسياديس خاصة في اليوم هنا في بداية المؤتمر القمة التاسعة للقمة الثلاثية التاسعة وبعد التوقيع على الاتفاقية مجال التعاون في مجال التجارة والملاحة، وطبعا في مسيرتنا المشتركة قد أضفنا مذكرتين تتعلق بالربط فيما بين دولنا لنقل الكهرباء، وأيضا التعاون في مجال المغتربين. اسمحوا لي أن أشير إلى المذكرة الأولى، حيث أن الطاقة تعد ليس فقط مجرد نقطة التقاء لمصالحنا المشتركة، وليست فقط أولوية استراتيجية لبلادنا، ولكن أيضا جسر من مصر إلى أوروبا، حيث أن مصر تستطيع أن تقوم بدور محوري في موضوع الأمن الخاص بالطاقة لأوروبا، لا سيما في أوضاع اضطرابات جسيمة في سوق الطاقة. ونجد أن مصر تشارك بفاعلية في شبكة نقل وتوزيع مصادر الطاقة الغاز الطبيعي، وهذا ما يرتبط به توقيع اتفاقية ومذكرة التفاهم للربط بين مصر واليونان وقبرص. وفي ذات الوقت فنحن نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، مما يجعل مصر بالإمكان أن تكون مورد أساسي للطاقة الكهربائية الناجمة عن الطاقة الشمسية، وعبر اليونان تصل إلى أوروبا. بمعنى آخر، فإن بلادنا الثلاثة تكون مركز هام للطاقة في منطقة البحر المتوسط، ونحن نتعاون في مجالات أخرى مثل نشاطنا لمواجهة جائحة الكورونا. وطبعا أهدينا إلى مصر الصديقة 250 ألف من اللقاحات، جرعة من اللقاحات، ونحن نتعاون في مجال التغيير المناخي على المدى الطويل وأيضا على المدى المتوسط من خلال إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. وقد تطرقت في الحديث للتعاون في هذا المجال، وهناك آفاق واسعة، حيث أن بلدنا الثلاثة تنعم بالشمس والرياح والبحر. وكما كان من الطبيعي فقد أتيحت لدينا الفرصة أن نتناقش في التطورات الإقليمية ومواقفنا متطابقة في إدانة السلوكيات والخطابة الهجومية من جانب تركيا، ولأن السلوكيات ضد الباخرة نوتيكال جيو، وأيضا الاختراقات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فهي لا تترك مجالا للشك. وهذه الأطماع لتركيا ضد جيرانها في منطقة شرق البحر المتوسط هي بمثابة تهديد للسلام في المنطقة بشكل أوسع، ولا يوجد آفاق لموقف بناء فيما يتعلق بحل القضية القبرصية. وأيضا فإن موقفنا الذي ورد في الإعلان المشترك، فنحن نلتزم ونؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات
الأمم المتحدة مجلس الأمن، ومن الضروري إعادة البدء في الحوار، وهو ما يحث عليه أمين عام الأمم المتحدة واليونان بأفعالها، فتقوم بضمان أمنها وتقوم بالتوقيع على اتفاقيات دائما في إطار القانون الدولي، ودائما تقوم بتوطيد دورها الجيوستراتيجي في المنطقة في إطار الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام. وعموما فإن بلادنا الثلاثة ملتزمة بالاحترام الشرعية الدولية، وقبرص واليونان قد أبرمت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع مصر في إطار اتفاقية البحار الدولية، وهذا تم على مدار فترة زمنية طويلة، وإلا أن هذه الاتفاقيات النموذجية هي نموذج يحدث به لسلوك ذات الطريق بعيدا عن أي تعسف أحادي من أي جانب ينتج عنه تهديدات بالحرب، وهو ما لا يتفق مع مفهوم القرن الحادي والعشرين. تبادلنا الأفكار وحول الوضع في ليبيا. طبعا تطورات الوضع في ليبيا يؤثر على المنطقة بشكل أوسع، إن إجراء الانتخابات في ديسمبر دون أي تأجيل هي بمثابة خطوة نحو إحلال الاستقرار، وطبعا إبعاد وانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية. إن اليونان، مصر وقبرص نؤكد على أهمية التحول الديمقراطي في ليبيا، ونقوم بأخذ المبادرات للتعاون الاقتصادي، وسوف يتبلور إسهامنا على مستوى اللقاء الوزاري في طرابلس، وأيضا في المؤتمر الذي من المقرر أن ينعقد في باريس حول ليبيا. أخيرا فإن اليونان ومصر وقبرص تدعم الاستقرار في أفغانستان بشكل عاجل، ونحن نتعاون فيما يتعلق بالقضية، قضية اللاجئين، وهو قضية تشغل اليونان التي كانت وما زالت تدافع عن حدودها، وهي الحدود الأوروبية، أمام التدفقات بشر يعانون، إلا أنهم أصبحوا أداة في يد أطراف أخرى من ضمنهم المهاربين. وهنا يجب أن نشيد بالموقف الهادئ الذي تتبع مصر في هذا الشأن، التي لم تطلب أي مقابل في مجال معالجة تدفقات اللاجئين، بل إنها تحارب شبكات التهريب، تهريب اللاجئين، وهي طبعا نموذج يحدث به بعيدا عن أي سلوكيات تحاول استغلال هذه القضية. وطبعا في الختام نقول إننا مع الإخوة القبارسة ننتمي إلى نفس الأمة، ومع الأخوة الأصدقاء في مصر ننتمي إلى نفس المجتمع، مجتمع الحضارة والثقافة، منذ مستوطنة نكراتيس في الدلتا حتى الإسكندرية. وطبعا دائما اليونانيين كانوا حاضرين في مصر، والآن في السنوات الأخيرة لدينا في اليونان عشرات الآلاف من مصر، وهذا
هذه العلاقة تمليها علينا الأواصر التاريخية والظروف السائدة. ونحن رحبنا بالربط بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في القاهرة، وسوف نقوم بدفع الربط بين مجلس أوروبا مع مصر. ونحن خلال اجتماعنا الميدناين قادة الدول الأوروبية المتوسطية قد أكدنا على البعد المتوسطي للاتحاد الأوروبي. سيادة الرئيس، دائما من الممكن أن تستند على التعاون فيما بيننا لموضوعات تتعلق بالتغير المناخي، الأمن، وأيضا الحدود البحرية كالاتفاقية التي قمنا بالتوقيع عليها، وأيضا الطاقة كما يستدل من قرارنا اليوم للربط الكهربي بين بلادنا الثلاثة. وفي كافة المجالات فإن أفاق التعاون فيما بيننا كبيرة مثل البحر المتوسط الذي يوحد فيما بيننا جميعا. أهلا وسهلا بكم سيادة الرئيس. تفضل سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء كيرياكوس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، فخامة الرئيس نيكوس رئيس جمهورية قبرص، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم في الجمهورية اليونانية الصديقة التي يسعدني توجيه الشكر لقيادتها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن حسن إدارة فعاليات هذا الاجتماع التاسع لآتي لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. لا يخفى عليكم ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثي من محفل بالغ الأهمية لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون فيما بين دولنا وشعبنا، وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وكذا العسكرية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تنسيق جهود الدول الثلاث لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها جوارنا الإقليمي المباشر أو الساحة الدولية ككل. ولعل المثال الأحدث هو التعاون الإيجابي القائم بين دولنا حالياً لمواجهة وباء كورونا، مع ما تمثله تلك الجائحة من تهديد غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا وعلى جهودها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها. ومن هذا المنطلق يأتي التزامنا بالعمل على تنفيذ بل وتكثيف المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة الواعد. وهنا لا يسعني إلا أن أشيد بالتطور النوعي الذي تمثل في التوقيع اليوم على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، استكمالاً لما تم منذ أيام قلائل من إبرام اتفاقيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي. وهو ما يعد خطوة تمهيدية تقربنا من الهدف المشترك الذي تطمح إليه دولنا الثلاث، ألا هو الربط الكهربائي مستقبلاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية. ولعل من الأهمية بمكان أن نعمل جميعاً للبناء على قوة دفع هذه لإيجاد زخم موازن فيما يتعلق بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطتي الإسالة المصريتين بدمياط وأوتكو، تمهيداً لتوريد الغاز المسال من مصر إلى اليونان ومنها لاحقاً إلى كثير من دول شرق المتوسط وربما كذلك لدول غرب البلقان ووسط أوروبا. الأمر الذي يتسق مع الطموحات الكبيرة التي ولدت مع تأسيس منتزة غاز شرق المتوسط بوصفه كياناً يعول عليه من أجل حسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمي ولتعظيم الاستفادة الدول الأعضاء في المنتدى وشعوب المنطقة عموماً من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ويحترم سيادة الدول على أقاليمها ومواردها. ومن جهة أخرى كان اجتماعنا اليوم بمثابة فرصة طيبة
لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة الشرق المتوسط. وفي هذا السياق فإننا نجدد دعمنا لمساعي جمهورية قبرص وكافة الأطراف الدولية المعنية من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية القبرصية استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة. تطرقنا أيضاً إلى الوضع في ليبيا حيث ناقشنا آخر التطورات في هذا الملف المهم، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها أشقاؤنا الليبيون، وكذا على حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها. كما تناولنا أيضاً تطورات القضية الفلسطينية حيث لا يخفى على أحد أنها لا تزال لب الصراع في الشرق الأوسط على نحو ما تجلى أمام جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مايو الماضي، هو التصعيد الذي حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقاً من مصير مصر ومسؤوليتها التاريخية في الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وناقشنا من جهة أخرى ملف الأزمة السورية إذ جددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي باغت التوصل لتسوية سلمية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان لقاؤنا اليوم فرصة مناسبة في هذا الصدد لمعاودة التأكيد على اتساق مواقف دولنا الثلاث من حيث التمسك بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية ورفض محاولة بعض الأطراف الإقليمية لفرض أمر واقع عبر انتهاك السيادة السورية ومحاولة إجراء تغييرات ديموغرافية قصرية في بعض مناطق البلاد. كما شددنا في هذا السياق على أهمية مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وضرورة التصدي لها لكي يستعيد الشعب السوري الشقيق أمنه واستقراره. كما أعربنا عن مساندة دولنا الثلاث للبنان الشقيق فضلاً عن استعدادنا لدعم كل جهد صادق يرفع المعاناة عن كاهل المجتمع اللبناني ويسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. على صعيد آخر تناولت مداولتنا كذلك ما تمثله ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف من خطر بسبب التأثير السلبي لمناخ عدم الاستقرار والفوضى على تعطيل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية وتوليد أزمات عابرة للحدود مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. السيدات والسادة، كان اللقاء مع شركائنا اليونانيين والقبارسة اليوم فرصة ملائمة لكي أعاود التطرق للمنظور الشامل الذي تتبناه مصر في مقاربتها لأبعاد قضية حقوق الإنسان بما في ذلك ضرورة مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتركيز على تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة الإنسان وتمكين الدول من توفير المناخ الآمن والمستقر الذي يمارس فيه المواطن كافة حقوقه المقررة بالدستور والقانون مع ضرورة احترام خصوصية المجتمعات والشعوب. ولقد تجلت هذه القناعات المصرية في قيامنا مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل نهجاً وإطاراً وطنياً شاملاً لتحرك الدولة المصرية على هذا الصعيد. دولة رئيس الوزراء، فخامة الرئيس، لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتقدم لكما صديقي العزيزين بخالص الشكر على التزامكما الصادق بتعزيز أواصر الصداقة القوية بين دولنا ومجتمعاتنا وحرصكما معنا على الانطلاق بهذه الآلية إلى آفاق أرحب. وأؤكد لكم على تطلع مصر لاستضافة الاجتماع العاشر لآلية التعاون الثلاثي خلال العام المقبل بإذن الله، وشكرا. Dear brother. سيد الرئيس، الصديق العزيز رئيس جمهورية مصر العربية، الأخ العزيز رئيس جمهورية مصر العربية،
الصديق الأخ العزيز رئيس الوزراء اليوناني، قبل أي شيء أود أن أشكر ليس فقط على الضيافة الحارة ولكن على التنظيم الرائع الذي شغلنا في إطار جدول الأعمال. كما تعلمون أيها السادة والسيدات، من يتكلم أخيرا يا إما يكرر ما قاله السابقين إذن يصبح يشعر أنه ممل، أو يقتصر على ذكر بعض الموضوعات التي يود أن يبرزها من خلال النقاشات التي تمت. إنني سعيد لأن من سبقني في الحديث يعفيني من عبء أن أشير إلى بعض الموضوعات، وطبعا الصديق كيرياكوس قد تطرق إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وطبعا الأخ الصديق رئيس جمهورية مصر العربية قد تطرق إلى موضوعات تتعلق بمنطقة شهر المتوسط. وأود هنا أن أقتصر عن مدى أهمية هذه الآلية في التعاون الثلاثي، هذا التطابق في المواقف الذي يجعل من بلادنا أن تكون أركان للاستقرار والسلام في منطقتنا من أجل صالح شعوبنا، وليس فقط من أجل صالح شعوبنا بل يمتد الأمر إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك تعاون مشترك في مجال الطاقة، ضرورة مواجهة الإرهاب، وأيضا إحلال السلام والاستقرار وغيرها. وفي هذا الإطار قد تطرقت إلى التطورات الأخيرة في القضية القبرصية، وتطرقت للأسف إلى التعنت حاد المواقف المتعنتة من الجانب القبرصي ومن جانب القبارسة الأتراك، وأيضا الاختراقات والاعتداءات ضد المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأيضا الاعتداءات على اتفاقية البحار، وأيضا الاعتداءات ضد مدينة أموخستوس فاماغوستا، وأيضا استغلال أراضي لم تكن بملكية القبارسة الأتراك بل أراضي تحت الاحتلال التركي، وطبعا أعطيت من أجل الاستغلال لأهداف معلومة وتطمع إليها تركيا من أجل إنشاء قاعدة لطائرات مسيرة درونز، وأيضا إنشاء ميناء عسكري، وطبعا بالإضافة إلى الاستفزاز المتواصل هذا في هذه السياسة الذي لا يقتصر فقط على قبرص بل يمتد إلى بحر إيجا، ليبيا، سوريا، سيادة العراق، وأيضا ما يتعلق بأرمينيا، فهذه سياسة ترتبط بما يزعم السيد إردوغان عن ما يسمى الوطن الأزرق نسبة إلى لون البحر. وطبعا هذا ما قلت وهو غير مقبول بالنسبة لموقف الطائفة الكبارسة الأتراك الذي يتعلق به حل يعتمد على إنشاء دولتين. وكما قلت للأصدقاء الأعزاء السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء، فبتاريخ 27 سبتمبر في نيويورك، حيث بذل الأمين العام للأمم المتحدة جهدا حتى يضمن إيجاد أوضاع لوجود أرضية مشتركة أو تفاهم مشترك، حتى يكون هناك إطار من خلال قرارات الأمم المتحدة لإيجاد الحل، وأيضا قرارات الأمم المتحدة وطبعا قرارات مجلس الأمن. بخلاف هذا الإطار قاموا بتكرار ما يقول أنه لا يمكن إجراء حوار إلا إذا سبق ذلك اعتراف مع هذا الكيان أسوة وعلى قدم المساواة مع الدولة القبرصية المعترف بها من الأمم المتحدة. وطبعا تعيين
مبعوث خاص من الأمم المتحدة يقوم بإيجاد الأفاق لصنع مناخ مثمر لإجراء الحوار. ورغم الاتفاق للأسف نظرا لمعارضة تبدو من يوليو 2017 في جرام مونتانا المنتجع السويسري، فنحن رغم محاولات الأمين العام للأمم المتحدة قد عدنا إلى نقطة البدء. وكما قلت وأكدت للسيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء، فنحن على إصرار بإجراء الحوار في إطار تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ونقوم بإيجاد كافة الأوضاع التي سوف تكفل المناخ لوجود دولة أوروبية لا تحافظ فقط على حقوق القبارسة اليونانيين، بل أيضا على حقوق القبارسة الأتراك. القاعدة للحل موجودة وهي قائمة في إطار القرارات الأمم المتحدة وأيضا المكتسبات الأوروبية. إذن في الختام فأود أن أقول إن إصرارنا وما نقوم من ببذله من جهود مشتركة سواء مع الصديق رئيس الوزراء، ولكن أيضا مع الصديق الرئيس الجمهورية مصر العربية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فعلينا كيفية تفعيل الحوار من أجل حل الخلافات، وعلينا أن نرى في النهاية كيف تدرك، كيف تستطيع تركيا أن تدرك أن من مصلحتها أن تساهم في حل القضية القبرصية على أساس المبادئ وليس على أساس سياسة وسلوكيات تصفها، وتقوم بتصنيف هذه الدولة بأنها دولة تصنع الاضطراب ودولة ذات نوايا توسعية، ولا يمكن للبلدان المتوسطية أن تكون دول تتعاون فيما بينها، تكون أرقام للسلام والاستقرار، وتكون هي فقط تركيا دولة لها تصرفاتها الخاصة بها. في النهاية السادة والسيدات، أود أن أقول أن هذه الاجتماعات، اجتماعات القمة الثلاثية والاجتماعات الأخرى، وأيضا ربط مع الاتحاد الأوروبي وأيضا التعاون فيما بيننا، لا تستهدف أي طرف ولا نقوم بإقصاء أي طرف حتى تركيا، ولكن عليها أن تحترم القانون الدولي وأيضا سياسة جيرانها، سيادة جيرانها، وأيضا احترام القانون الدولي. أشكركم شكرا جزيلا.